صباح الخير على كل مشاهدينا، يوم جديد ونهار جديد، نهار الجمعة، أجازة سعيدة وجمعة مباركة، 8 مايو 2015، وفقرات متنوعة هتكون معانا أكيد النهاردة زي كل يوم. في نهارك سعيد، نهارك سعيد يا ريم. نهارك سعيد يا ريهام. النهارده فعلا زي ما ريهام قالت، النهارده يوم الجمعه 8/5/2015. قبل ما نبتدي نعمل عرض سريع لفقراتنا النهارده، كنا حابين انا وريهام ندردش معاكم شويه في حاجه اسمها ثقافه الصوت العالي. احنا يعني بما اننا يوم الجمعه ويوم مبارك، يعني خلينا تاني نلتزم بتعليم الرسول عليه الصلاه والسلام انه مش لازم نبقى بنشوح بايدينا واحنا بنتكلم مع بعض، مش لازم نبقى معليين صوتنا قوي واحنا بنتكلم مع بعض، وبقى مش لازم اقول لك صباح الخير يا ريم. صباح النور. لا، حاجة واضح ان هي في الشعب المصري، يعني الشعب المصري كتير منه عنده ثقافة الصوت العالي ده، ومتبقيش فاهمة هما ليه بيزعقوا وهما واقفين جنب بعض وبيندهوا على بعض ليه وانت واقف جنبه، وليه الزعيق اللي طول الوقت، وليه الصوت العالي طول الوقت، والحاجات ممكن تنجز بشكل افضل من كده. يعني في ضوضاء في الشارع المصري، في ضوضاء، ضوضاء في بس كل حاجة اعتقد في ان حياتنا. كل دول البحر المتوسط بيعانوا من نفس الموضوع، لان التلاينا برضو عندهم نفس الموضوع، لا انا ما شفتش تحس ان هما بصراحة، بيتكلموا مع بعض انا كده لا وما انا رحت حصلش. وجيت وعمري ما شفت اللي بشوفه في البلد دي بصراحة. لا، والتاكسيات والميكروباصات والتاكسي اللي على طول ايده على الكلاكس، ويقول لا 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 الكلاكس، لا لا الكلاكس ده ليه، يعني مأساة. ضوضاء مفتعله مفيش داعي ليها ومفيش اي حاجه سبب ليها منطقي. يعني اتمنى ان احنا ده نبقى حقيقي، عقلانيين شويه في تصرفاتنا، مش كده؟ نوطي صوتنا شويه عشان نعرف بس ايه صوري نبتدي صوري فعلا ايامنا. صوري فعلا الناس من كتر ما هي خدت على الصوت العالي في كل حاجه ما بقوش يحسوا بالدوشه، ما ده بقوش حقيقي يحسوا بالدوشه فعلا. يعني في كل حاجه، حتى سواقين التاكسي ما تركبي يا حتى طبعا هو تاكسي. بيتكلم في التليفون، يعني مثلا بنشوف مثلا ناس بتتكلم في الموبايلات وهي ماشيه في الشارع، احنا سامعين الحكايه وسامعين هو بيقول ايه لمراته وهو بيتخانق ازاي معاها وكل المواضيع دي. طيب احنا عندنا فقرات كتير جدا النهارده، ريهام هيكون معاها فقره مع دكتور عبد العظيم صدقي المستشار الاعلامي للمطارات ومصر للطيران ومدير العلاقات بوزاره الطيران، وهنتكلم عن الاحتفال بعيد الطيران المصري. هيكون معانا طبعا زي كل يوم جمعة الفقرة الدينية، وهتكون مع ريم النهاردة مع دكتور شحات عزازي إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية. أيضا ريم هيكون معها فقرة مع أستاذ وليد الطوانسي، وهو ناشط في مجال الإعاقة وخبير في تكنولوجيا المعلومات، هنتكلم عن مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. هيكون معانا فقرة فنية هتقدمها الكريم، وهتكون مع دكتور سيد خليفة أستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وهتكون عن المعرض الخاص بيه. وطبعا ما ينفعش ان احنا نبتدي يومنا من غير فقرة الصحافة، هتكون برضو مع ريهام، وهيكون في ضيافتها النهاردة الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الإسلامية حسام الحداد، ومتابعة لأهم المنشطات اللي تم نشرها في الصحف المصرية والقومية. ده كان عرض سريع لكل فقراتنا النهاردة، هنطلع للفاصل ونبتدي ونرجع لكم فقرة الصحافة.